صحتك في غذائك. استضافة أخصائية في التغذية لترقوا معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهيلثي على الحياة أفر. صباح الخير، صباح النور أعزائنا المستمعين الكل اللي تابعوا فينا على 90.3 وعلى ستريمينج لايف www.الحياة.fm. صحتك في غذائك اليوم باش يكون مخصص للصغيرات وإلا للكبار شوية، أما اللي ينساو برشا ديجا فما حمية غذائية يلزمهم يتبعوها، وهذا الكل باش نعرفوه مع مدام سونيا بوعلاق أخصائية التغذية ورئيس الصحة الوقائية. صباح النور. صباح الخير يا أروى، مرحبا. لاباسة؟ الحمد لله. الحمد لله. كيفك المستمعين؟ يعيشك مدام صني. ديجا معناها فما برشا توا في عمرنا ولا اكبر منا ولا حتى اصغر شويه يقولك انا وليت ننسى، نحط الحاجه وننساها. فما برشا حاجات، عوامل من الستريس، الضغوطات نتاع الحياه، برشا حاجات. هذه الكل نجموا معناها بحميه غذائيه بتغذيه متوازنه نجموا نتجاوزوهم الحكايات هذوما وموا نقلوا منهم شويه. ايه نجموا يا اروى. اول حاجه ننصحوا بها انه استراتيجيه دو في تكون باهيه، انه يرقد بالكدا، ياكل بالكدا، وعنده اكتيفيتي فيزيك وعنده نشاط بدني. بالنسبه لتسكي اغذيه تسكي غذاء، احنا ديما نقولوا راهو معناتها شفائك في غذائك وصحتك في صحنك. دونك احنا بالنسبه للجماعه، بالنسبه للعباد اللي بداو ينساو واللي من 50 الفوق وحتى صغار، اللي فما صغار اللي معناتها بحكم الستريس بحكم العوامل نتاع الحياة وكل صعيبة أنهم ينساو. دونك ننصحوهم أنه أول حاجة ساعة يشربوا الماء معناتها المقدار من 1.5 حتى 2 في النهار، خاطر احنا بدلنا في 75% ماء. أنهم يكثروا من مكلة التسكي معناتها أسماك، خوت والبوسون بلو، سيغتو الماكرو، سيغتو الحاجات هذوما السردينة، هذوكم فيهم الأوميغا 3 اللي تنشط الذاكرة وتخليهم ما ينساوش. أنهم ياكلوا برشا معناتها فواكه جافة كيما النواع اللي عندهم كوك، سيغتو كيما الزوزة كيما اللوزة كيما هذوكم الكل. هي احنا ديجا في الثقافة نتاعنا يقولون كل زوزة على الصباح ديجا معناها باهية على الاخر، هي ديجا في شكل الدماغ هكا ولا؟ اي هذوكم غنيين بال معناتها بالزيوت الاوميغا 3 اللي ينشطوا الذاكرة والاملاح المعدنية والزنك هذوما الكل والفوسفور اللي هما معناتها ينشطوا ذاكرتنا ويخليونا ما ننساوش. انهم ياكلوا زادة لي زابا كيما نقولوا مثلا الكبده، الحاجات هذوكم الغنيون الكلاوي، كل هذوكم غنيين بالاملاح المعدنيه وبالزنك وبال معناتها لي زونتي اوكسيدون اللي مضادات الاكل اللي يخليونا ديما معناتها في نشاط، معناتها السيرفو نتاعنا الدماغ نتاعنا يكون في نشاطه، معناتها في اقصى نشاطه. في اقصى نشاط ديجا زيت الزيتون العسل ذوما الحاجات ماهمش داخلين ديجا في الثقافه نتاع الغذاء نتاعنا هكا، ولا خاصه العسل؟ ايه الاغذيه نتاع البحر الابيض المتوسط نتاع الريجيم الميديترانيان راهو غني، راهو فيه فيه التوسكي سيريال، سيريال كامله معناتها الحبوب الكامله، وفي زيت الزيتون وفي غنيين بالاملاح المعدنيه وبالفيتامينات اللي يقوينا ذاكرتنا. عرفت شنو نقول لك؟ النشويات زاده لي فيكولون ما ننساوهمش، هذوكم زاده يخليونا معناتها نشدوا ما نجوعوش في ساعه وتكون عندنا معناتها انرجي طول النهار. دونك ماذا بينا نكثروا من البسيسه من لي فيكولون النشويات بانواعها، فهمت؟ البطاطا البسيسه هذوكم كلهم يخليونا نشدوا وقت كبير ان ما نجوعوش وان معناتها نكونوا في نشاط بدني ونشاط ذهني. ومدام سونيا ديما الوجبات هذوكم هما نحافظ عليهم، ثلاثه وجبات في النهار؟ ثلاثه وجبات وديما لمجه وحيده كل عشيه. العشيه نفطروا بالكدا، ناخذوا فطور الصباح بالكدا فيه المجموعات الغذائيه الكل، تخطو الغلال والخضر والحليب الكالسيوم والسريال الحبوب معناتها، ونشربوا الماء نتاعنا ونقعدوا معناتها حتى الفطور نجموا ناخذوا معناتها الغذاء، وبعد ناخذوا العشيه لمجه تكون لمجه ماذا بينا من الدار صحيه. تكون علاش هي مش كسكسيزه؟ دونك كسكسيزه فيه الحبوب الكامله، فيه شويه زيت زيتونه، هذاك يغذي الذهن ويغذي البدن. وعنا زاده الشوكولاته، الشوكولاته راهي غنيه سيتو شوكولا نوار هكا ولا؟ شوكولا نوار ماذا بينا كي ناخذوا معناتها طابع في النهار شوكولا، هذاك يخليك معناتها في نشاط ذهني ونشاط بدني، معناتها ما تخافش معناتها باش انت
تنسى ولا باش معناتها ما تنشطش ولا خذ طابع برك منها شوكولا نوار عندك سمينا البواسون شوكولا نوار الفواكه الجافة النشويات سورتو البواسون بلو معناتها الاسماك الزرقاء الاسماك الزرقاء ديجا الاسماك الزرقاء كيما معناها احنا ديجا السردينه فما برشا عباد يقول لك انا ما ناكلهاش ولا ما اصلا ما يغزر لهاش جمله هي راهي فيها منافع على الاخر غنيه اي فيها اوميغا 3 وفيها معناتها لي فيتامين ولي سيل مينيرو اللي يعاونوا الذهن باش يكون ناشط على طول اليوم وما ما يخافش معناتها باش ينسى ولا باش معناتها ما ينجمش يقاوم معناتها الستريس اليومي. دونك نحاولوا نبعدوا الماكسيموم على اللحوم الكميات الكبيره من اللحوم الحمراء ونعوضوها بالحوت علاش لا؟ اي علاش لا مرتين في الجمعه الحوت علاش لا راهو غذاء معناتها باهي برشا للصغار وللكبار. مرتين في الجمعه حوت والباقي نخليوها الحاجات الاخرى ونكثروا من الخضر والغلال زاد راهو ما ننساوش الالياف ما ننساوش الفيتامينات اللي فيهم العظام زاد نسيت انا البيض العظام اي فوسفوبي مضادات الاكلة اللي تخلينا نقاوموا لي فوسفوليبيد هذوكم اللي يخليونا نقاوموا معناتها النسيان ونقاوموا لو مونك دو كونسونتراسيون معناتها التركيز وكل معناتها البيض معناتها يلزمنا ناخذوا اذا معناتها حتى على جديول نهار بعد نهار كعبه بيض معناتها ما فيها حتى بيض. واضح ديجا معناها باش نحوصلوا اللي كنا نقولوا فيه الكل مدام صونيا فما عوامل العوامل النفسيه زاده مهمه على الاخر اني الراحه النفسيه الراحه البدنيه ان نرقدوا بالكدا نقوموا الصباح بكري النشاط البدني شربين الماء هذوما الكل بيان سور مع التغذيه المتوازنه ذي الكل بقدره ربي معناها ينجم يجنبنا النسيان على طول العمر. اي ولي تروب دو ميموار سورتو معناتها الاج دو من 50 الفوق من 50 الفوق دونك يجنبنا معناتها العوامل اللي معناتها نتاع الحياه اللي كيما الستريس والارهاق وكل شيء يجنبنا معناتها العواقب نتاعهم. واضح مدام سونيا شكرا لك شكرا لتدخلك معنا عبر الهاتف شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتابعوا فينا الفيديو ان شاء الله تلقاوه بعد شويه على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه فيم كانت معكم اروغيث كوتي ميكرو نوفل الشرطاني في الاخراج التقني سيف الجيم بولعراس لامن لكم الديجيتال. صحتك في غذائك استضافة أخصائية في التغذية للطرق معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية بيكول بيهلثي على الحياة أفهم.